العقم كلمة مفزعة ومزعجة في آن واحد، ويعرف بعدم القدرة على الإنجاب بعد مرور سنة أو أكثر من الزواج، وهذا يعني أن الزوجة غير قادرة على الحمل، وإن أحد الزوجين أو كليهما مصاب. والعقم أحد أكبر المشاكل الصحية الشائعة التي تواجه العديد من الأزواج بعد حياة طبيعية ومستقرة، والتي قد تغير حياتهم وتسبب لهم الكثير من الحزن والشعور بالصدمة عند معرفة هذه المشكلة. لكن مع التطور الطبي الكبير والأبحاث العلمية الدقيقة، أصبح لكل مشكلة حل. هذا وتتعدى طرق العلاج التي يتبعها الطبيب تبعاً لنوع العقم والحالة التي يشخصها، وهناك العديد من الطرق العلاجية بدءاً من تناول العقاقير والحقن المنشطة، مروراً بعمليات التداخل الجراحي، ووصولاً إلى زراعة الجنين. وتجدر الإشارة إلى أن تحديد سبب حدوث العقم عند الرجل أو المرأة يساعد ذلك في تحديد العلاج الأنسب تبعاً لحالة صحة المصاب بالعقم. وفي سياق متصل، ومع دخول الأجهزة الطبية الحديثة، حيز العمل في المراكز المختصة بعلاج العقم وتحت إشراف أمهر الأطباء المختصين، قد تكون الحل البديل المتطور لعلاج حالة العقم عند الرجال والنساء، وإعادة الأمل من جديد بتكوين حياة أسرية مثالية ملؤها السعادة والفرح والسرور عند تحقيق حلم الأبوة والأمومة، والتي طال انتظارها بفارغ الصبر والإرادة. لبرنامج اسأل طبيبك، أمجد الكبيسي.